عايزين بقى نتعلم تصميم الشير وولز، حوائط القص. عندنا 3 طرق لتصميم الشير وولز، في طريقة السي اند تي، وطريقة اليونيفورم، والطريقة الجنرال. طيب طريقة السي اند تي يا هندسة بتفرض ايه؟ بتعمل لك الشير وولز بالشكل ده، بتخلي لك جزء تمام شايل تنشن وجزء شايل كومبريشن، تمام؟ يعني بنخلي في الشير وولز زي عمود الناحيه دي وعمود الناحيه دي، تمام؟ العمود ده ليه بعد اللي هو عرض الشير وول، وليه طول معين. المفروض انت تصمم وتعمل ايه؟ المفروض انت تصمم وتحسب الطول بتاع العمود ده، تمام؟ طب العمود ده هيستحمل ايه يا هندسه؟ والله لو الزلزال جاي الناحيه دي من الناحيه دي هيستحمل من هنا، والمومنت جاي بالشكل ده هيستحمل من هنا ايه؟ هيستحمل من هنا زي ما انت شايف كده، المومنت بيشد من هنا وبيضغط من هنا، تمام؟ فهيستحمل هنا ايه؟ تنشن، وهيستحمل المومنت جاي العكس، يبقى خلاص العمود ده هيبقى عليه تنشن والعمود ده عليه كومبريشن، تمام؟ طيب احنا فرضين مثلا ان المومنت جاي بالشكل ده خلاص على الحيطه. طيب احنا لما نيجي نصمم بالطريقه دي بنعمل ايه؟ اولا انت جاي عليك عندك نورمال نتيجه الاحمال الرأسيه، والشير والمومنت بيعمل ايه الناحيه دي؟ بيعمل تنشن، تمام؟ فبنحول المومنت ده الى ايه؟ الى قوه تنشن جايه على الجزء ده، تمام؟ طيب والناحيه الثانيه عندك نورمال جاي من الاحمال الرأسيه، تمام، اللي هي الديد واللايف، وعندك بقى ايه؟ عندك قوه نورمال برضو، ولكن جاي من ايه؟ جاي من ان احنا حولنا المومنت ده اللي هو بيضغط الناحيه دي لقوه ضغط، تمام؟ اصبح ان انا بقى عندي عمودين، عمود الناحيه دي شايل تنشن وكمبريشن، وعمود الناحيه دي شايل ايه؟ شايل كومبريشن وكمبريشن، تمام؟ بيجمع دولت يا هندسه، تمام، ويصمم الجزء ده على انه كومبريشن، ويجمع دولت وياخد، والله ممكن مجموعهم يبقى كومبريشن وممكن يبقى التوتال تنشن، تمام؟ طيب تمام يا هندسه. طيب وبعد كده، بعد كده بقى تحسب الاريا ستيل نتيجه ايه؟ نتيجه السترينج اكشن اللي جه عندك القوه ديت، سواء تنشن او كومبريشن. والله لو تنشن بتبقى ايه؟ لو تنشن بتبقى الاريا ستيل تساوي ايه؟ تساوي تي التيميت اللي هو التنشن على ايه؟ على اف يلد، تمام؟ ولو كود مصري هتقسم على الجاما اس اللي هو 1.15. خلاص يا هندسه، اللي هو بتقسم ايه؟ بتقسم قوه على اجهاد، القوه على الاجهاد تديك اريا، ده بالقوانين اللي احنا عارفينها. طب ولو كومبريشن بيتصمم كانه عمود، تمام، بقانون العمود العادي. خلاص يا هندسه. طبعا المفروض بتاخد يعني بتاخد القيمه الاكبر من هنا ومن هنا، وبتعممها على الناحيتين، يعني كان ايه؟ كان مومنت، انت مش عارف الزلزال جاي لك من ناحيه. خلاص يا هندسه. طيب وبعد ما بنصمم بنطلع اريا ستيل، تمام، هنا وهنا. طيب وفي النص يا هندسه بنحط اريا ستيل مينيمم، ولكن الطريقه ديت مش عمليه، تمام، طريقه رديئه جدا، بتطلع حديد تسليح كبير جدا جدا جدا، تمام. طريقه السي اند تي، عشان كده سموها تي سي اند تي، كومبريشن تنشن، خلي جزء كومبريشن وجزء ايه عليه تنشن، ولكن زي ما قلنا ايه، زي ما قلنا الطريقه ديت بتجيب حديد تسليح كتير. طيب المفروض بتعمل ايه في الطريقه دي؟ المفروض بتحسب التي اللي هو بعد العمود ده، تمام، طول العمود ده من هنا ومن هنا، وبتحسب بقى ايه؟ وبتحسب الاريا ستيل، تمام، وطبعا الطول الكبير اللي هيطلع هيبقى على الاثنين، والاريا ستيل اللي هتطلع هتبقى الناحيه دي والناحيه دي، لان احنا مش عارفين الزلزال هيجي من انهي ناحيه. دي اول طريقه، تمام، اللي هي الطريقه قلنا ايه؟ ب ب ب بتختزل الشير وول كانهم عمودين بالشكل ده. تاني طريقه يا هندسه هي طريقه اليونيفورم. الطريقه ديت بقى عكس التانيه، دي بتشغل الشير وول كله معايا في مقاومه الاحمال الجانبيه، تمام؟ كل الشير وول شغال معايا، كل التسليح شغال معايا، تمام؟ من اسمها يونيفورم، انا بوزع الحديد بانتظام، يعني بصمم الشير وول على انه يشيل يعني المومنت يشيله الشير وول كله بتسليحه كله، يشيل ايه؟ يشيل المومنت. بس في الاخر هنا تكبر التسليح اللي هنا والتسليح اللي هنا، ليه؟ لان طبعا المفروض المومنت بيبقى جاي كده، تمام، فتلاقي الماكسيمم سترينج اكشن الناحيه دي على الطرف الناحيه دي وعلى الطرف الناحيه دي، ودي الفكره اصلا اللي صمموا بيها السي ان تي دي. ليه عملوا السي ان تي؟ قال لك والله انت بيبقى عندك ايه؟ المومنت
بيشد في مكان وبيضغط في مكان وفي النص هنا بيبقى يعتبر ما فيش مومنت، يعني اصلا المومنت بيبقى عامل كده، فتلاقي في النص هنا يعتبر ما فيش مومنت، تمام؟ فتلاقي الماكسيمم ستريننج اكشن هنا والماكسيمم ستريننج اكشن هنا. طب ما نعمل طريقه ونزود التسليح والقطاع الناحيه دي، ونزود التسليح القطاع الناحيه دي. يعني في بعض الحالات بتلاقي الشير وول بالشكل ده، وتيجي هنا تلاقي ده كبير بالشكل ده كده، تمام؟ وبيكون متصمم بطريقه السي ان دي تي، عشان كده جات الفكره دي، تمام؟ فقال لك والله هنا احنا بس هنكبر الاسياخ ديت لان السترينج اكشن هنا كبير وهنا كبير. الطريقه دي مش واقعيه، طريقه اليونيفورم هي اسهل في التنفيذ ولكن مش واقعيه على ارض الواقع، لان انت كده مثلا ادي المومنت عندك كده، تمام؟ انت حاطط لي هنا تسليح يشيل هنا عزوم، ويعتبر هنا ما فيش عزوم، والتسليح اللي انت حاطه في المنطقه اللي ما فيهاش عزوم هو هو التسليح اللي يعتبر انت حاطه في المنطقه اللي فيها الماكسيمم سترينج اكشن. فالطريقه ديت سهله في التنفيذ عمليا، تمام؟ او مش دقيقه، يعني مش افضل حاجه، مش افضل حاجه، ولكن هي سهله في التنفيذ، تمام؟ وقلنا طريقه السي ان دي تي عيوبها ان هي بتطلع تسليح كبير، تطلع تسليح كبير. الطريقه الاوقع بقى يا هندسه، والطريقه يعني الافضل، ان احنا بنشغل كامل القطاع معانا عادي، تمام؟ ولكن يا هندسه بنيجي هنا في الجزء الاخير بنكثف حديد تسليح، بنكثف حديد تسليح بنسب الكود قال لنا عليها. الكود قال لك ان انت ممكن تكثف في المنطقه ديت تسليح، وتكثف في المنطقه دي تسليح، وتحط هنا تسليح، ولكن مش تسليح مينيمم. التسليح ده برضو شايل في السترينج اكشن، ولكن مش شايل زي الايه الجزء ده. احنا قلنا المومنت بيبقى بالشكل ده، فيحط لك هنا ناحيه السترينج اكشن ده، والسترينج اكشن ده يحط لك مومنت، هيحط لك تسليح كتير، هنكثف الحديد في الجزء ده، وهنا التسليح هيبقى ايه اقل من هنا لان هنا في تكثيف، تمام؟ دي اسمها الطريقه العامه او الطريقه الجنرال، ودي افضلهم ودي الاوقع، ولكن مش اسهل في التنفيذ زي دي، دي اسهل في التنفيذ، تمام؟ ودي الطريقه اللي يعتبر اللي يعتبر كلنا شغالين بيها، حتى في التنفيذ في التصميم كله شغال.